نفتح صفحة أحوال الطقس. من الرباط وسلا وتمارة، مدن شهدت صباح هذا اليوم تساقطات مطرية غزيرة أدت إلى اضطراب في حركة المرور. معدل الأمطار التي تهاطلت على الرباط وسلا بلغت في ظرف ساعتين 33 ملمترا، تسببت في تأخر عدد كبير من المواطنين عن الالتحاق بمقر عملهم وتعطل بعض المدارس التي غمرتها المياه. أمطار غزيرة غمرت أيضا عددا من المنازل بالرباط، وخاصة بحي شبانات بيعقوب المنصور وحسن. روبورتاج سعيد غنام وعبد الفتاح الزوين. ما جاتش الأولى هذه ولا الثانية هكا؟ دائما هكا. دائما هكا. وقت ما صبات حنا عايشين هكا. حي شبانات بمدينة الرباط صباح هذا اليوم. خسائر مادية إثر التساقطات المطرية والتي بلغت 30 ملمتر في دقائق معدودة. منازل غمرتها المياه وأضحت عبارة عن برك مائية. الاعتماد على النفس والتضامن بين الجيران هو ما ساعد على الحد من الخسائر. هذه 5 ديال الدقائق ديال الشتاء دارت لنا هذه الحالة كلها، تكرفصنا حنا وحويجاتنا وليداتنا وما عندنا كل شيء. والسلطات عيطنا لهم ما جات شي واحد، عيطنا لصحاب الريضال ما جات شي واحد، وهذه هي حالتنا وراه هزنا الماء والله غالب. أي شتا جات كنغرقوا. ما كيجيونا لا يسرحوا لا قواطس لا حتى حاجه، كل عام حنا هكا. هذه هي حالتنا كل عام، ما كاين لا ودان ولا يديك ولا يخليك لا حتى حاجه، ما كاين حتى حاجه، وحنا كل عام هكا مكرفصين. وحنا كنشاهدوا من الصباح حنا هكا في هذه الحاله هذه، واش حنا غنبقاو دائما عايشين في هذا الشيء هكا؟ راه عيب علينا وحنا في وسط العاصمه وساكنين هكا ودائما غارقين هكا في هذه الامياه هذه. امطار لم تشهدها مدينه الرباط منذ سنوات. التحرك وسط هذه المياه خصوصا بالنسبة للنساء والأطفال يشكل خطورة كبيرة، وذلك في انتظار توفير مجاري قنوات صرف المياه للحد من مثل هذه الخسائر. الآن حنايا كان في استعداد تنوضعوا واحد البرنامج خطة استعجالية لتنمية يعقوب المنصور من ناحية ديال البنية التحتية، وإن شاء الله حنا في الدور الأولي لهذا البرنامج سواء من ناحية الإنارة أو من ناحية الواد الحار. الأمطار الغزيرة والرياح القوية كادت أن تتسبب في حادثة خطيرة إثر سقوط هذه الشجرة على سيارة لإحدى السيدات والتي نجت بأعجوبة. وحسب مصالح الوقاية المدنية بالرباط فقد تمت تعبئة 22 شاحنة مجهزة بمضخات لشفط المياه بمختلف المناطق التي عرفت تجمعا كثيفا لمياه الأمطار، كما جندت أيضا أزيد من 60 عنصرا لإزاحة المياه التي غمرت عددا من المنازل ولا سيما من أقبية العمارات، مؤكدة أن عملية إزاحة مياه الأمطار لا تزال مستمرة. وبسبب تهاطل الأمطار الغزيرة والسرعة المفرطة لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 1 بجروح بليغة في حادثة سير وقعت صباح اليوم على الطريق الرابطة بين مدينتي سلا والقنيطرة. الحادثة نجمت عن اصطدام شاحنة بسيارة خفيفة لم يتمكن سائقها التحكم فيها بسبب الأمطار. أمطار وصفت بالاستثنائية ولم تشهدها الرباط منذ سنة 2002. أما المحاور الطرقية الرئيسية الرابطة بين الرباط وسلا وتمارة فشهدت اكتضاضا في حركة المرور. زبير برقاش وعبد الفتاح الزوين. هكذا تبدو شوارع مدينة الرباط بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي بدأت منذ ساعات قليلة صباح اليوم، فمعظم شوارع المدينة مقطوعة بسبب الازدحام وكثرة السيارات. وحسب السلطات المحلية فقد تمت تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة للتدخل بالمحاور الطرقية الرئيسية التي تعرف اكتضاضا في حركة السير. بلوك الرباط كامل من تمارة من سخيرات وحنا جايين تل المدينة مبلوكي. البوليس كيرجعونا من باب الحد تيقول لك الشانطي غادي يغرق. درنا 3 سوايع في الطريق والناس اللي غادي للخدمة ما وصلوش للخدمة وقت اللي هذه، والشوارع كلهم مسدودين والطريق محبوسة. بعض المحاور الطرقية التي تعرف أشغالا في العاصمة الرباط قد تكون الأكثر تضررا حيث أثرت على السير العادي لحركة المرور. أما بخصوص تنقل الأشخاص لم يتمكن جلهم من الوصول إلى مقرات العمل والدراسة. درنا فايش 7 من تمارة ما وصلوا عباد الله هنايا العكاري حتى ال 11،
كاع الموظفين ما دخلوش لخدمتهم، كاع الشوارع مقطوعه من تمارة حتى العكاري. خصني ندخل مع تسعود دابا فين هادي بالعشرة ونص باقيين، احنا غادي 11 لاروب سي ترو هادشي. وللتذكير فإن التساقطات المطرية الغزيرة فقط 30 ملم في أقل من ساعتين، وهو ما يطرح السؤال حول وضعية البنية التحتية. حركة القطارات شهدت أيضا اضطرابا كبيرا على مستوى الخط الرابط بين الدار البيضاء والرباط. تجهيزات محطة الرباط أكدال وكذا الرصيف رقم 2 بين الرباط أكدال والرباط المدينة غمرتها مياه الأمطار الغزيرة، ولم تستطع قنوات مجاري المياه استيعابها. وبفضل الإمكانيات التي تم تعبئتها استأنفت الحركة بشكل عادي حوالي الساعة 2 بعد الظهر. محمد الوهيبي ونور الدين صابر. محطة القطار الرباط أكدال شهدت حركتها اضطرابا بفعل عدم تحمل قنوات صرف المياه السيولة الهائلة لمياه التساقطات. هذه الكثافة سببت فيضانات على مستوى السكك الحديدية، واستئناف حركة القطار تم بفضل التعبئة. المهم هو أنه لم يتم توقيف القطارات، تم مرور القطارات عبر سكة واحدة مع معرفة بعض تأخرات القطارات ما بين الرباط وسالة، مما أدى كانوا بعض التأخيرات على مستوى القطارات. ولكن هو المهم أن تجنيد جميع الوسائل باش تمكننا بأن القطارات تمر وما يكونش توقف لسير القطارات. التساقطات التي عرفتها منطقة الرباط سالة أحدثت اضطرابا في حركة القطارات على مستوى الخط الرابط بين الدار البيضاء والرباط، إذ فقد 30 ملم في ظرف ساعتين وغمرت المياه تجهيزات محطة الرباط أكدال، واستؤنفت الحركة بشكل عادي حوالي الساعة 2 بعد الظهر.